نجلاء، هل متى يتم الكشف عن هذه النتائج الأولية؟ نعم، من المنتظر أن يكون هناك مؤتمرا صحفيا تعقده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الساعة 6 مساء في مركزها الإعلامي لتقديم النتائج الأولية لهذا الاستحقاق التشريعي. في الحقيقة كل الأنظار تتجه الآن إلى يعني هذا المؤتمر الصحفي، إن كانت الهيئة ستعلن عن دورة ثانية وانتخابات جزئية ثانية يعني في الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن نسبة الإقبال كانت ضعيفة 8.8%، في الحقيقة هي نسبة غير مسبوقة في جميع المحطات الانتخابية والسياسية السابقة. هذه النسبة جعلت هناك ردود فعل جديدة في الشارع التونسي وكذلك لدى بعض الأحزاب المقاطعة لهذه الانتخابات. جبهة الخلاص دعت الرئيس التونسي للاستقالة ودعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، تقول يعني إن هذا المسار قد فشل فشلا ذريعا والدليل هو عدم الإقبال على صناديق الاقتراع. لكن هذا الرأي لا توافقه هيئة الانتخابات التي تقول إن عدم استعمال المال الفاسد الذي كان يستعمل في المحطات الانتخابية الماضية من قبل الأحزاب جعل هذه الانتخابات نقية ونظيفة الأيدي، وبالتالي ستذهب تونس نحو برلمان جديد، ليس برلمان أحزاب وقوى سياسية وإنما برلمان يمثله أفراد وجهات ومحافظات داخلية. ونسبة الإقبال لا تعني أبدا فشل الانتخابات، ولكن تعني ربما عدم استعمال المال السياسي في هذا الاستحقاق التشريعي. لكن الشارع التونسي يقول إنه لم يعد يهتم أصلا بالعمليات السياسية، ليس لا مع المقاطعة ولا مع الانتخابات، هو كل ما يعنيه هو الملف الاقتصادي الذي ما زال يعني معطلا في تونس. هناك فقدان لسلع غذائية، هناك أزمة أدوية في الصيدليات جعلت المواطن اليوم لا يقبل على صناديق الاقتراع ويعيش حالة من الضغط النفسي جعلته يفقد الثقة في الانتخابات وفي أي عملية سياسية. عموما اليوم سيقع تحديد إن كان هناك دورة ثانية ربما لهذا الاستحقاق التشريعي، المواعيد أيضا لهذه الدورة الثانية، خاصة وأن هناك 7 دوائر انتخابية في الخارج لم يقع فيها الاقتراع أصلا، لأنه لم يجد أي مترشح يعني فرصة ربما لجمع التزكيات الشعبية في تلك الدوائر الانتخابية. عموما اليوم المؤتمر الصحفي سيقدم جميع التفاصيل حول إن كان هناك دورة ثانية لهذه الانتخابات أم لا. نعم، مراسلة الغد نجلاء بوخريس كنت معنا من تونس، شكرا لك.